بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتم الأكملان على النبي الأمين وآله وصحابته أجمعين وعمنا معهم جميعا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات الفضليات، وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم في مباشر مبارك نلتقي فيه بحضراتكم من أجل إدخال الفرح والسرور على الأسر التي تعاني في صمت. قلنا أيها الإخوة الكرام، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا ونلتقي بكم في مباشر مبارك جديد من أجل إدخال الفرح والسرور على الأسر التي تعاني في صمت، ونحن بصدد هذه القافلة المباركة التي ستنطلق يوم 24 في الشهر من هذا الشهر المبارك، باش نمشيو لواحد الدوار اللي هو دوار تفتيشت في إقليم الظلال، المغرب المنسي كما يقال، يعني الناس اللي المنازل ديالهم غمرات الثلوج، وصراحة مشاهد مؤلمة من ذيك المنطقة خاصة، يعني سموها بالمغرب المنسي صراحة، وهو بالصح صراحة مغرب منسي، لأن الناس كتجبرهم من السكن الآن وفي هذه الوضعية الصعبة باللباس ديال الصيف، والثلوج كتغمر ذيك المنطقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عمران وريان، أهلا وسهلا بك. إذا قلنا أيها السادة المشاهدين الكرام، ما كرهناش نزيدوا نضعفوا يعني الحدود ديالنا، باش أننا نتعاونوا مع هاد الناس اللي كتعاني الأمرين، وخاصة في هاد الظروف الصعبة ديال المناخ. احنا وصلنا واحد شوية ديال البرد وكتجبرنا كاملين كنشكيو الشكوى الله عز وجل، ولكن هاد الناس مساكن لابسين الحوايج ديال الصيف في البرد وفي الثلوج، هادي صعيبة بزاف. فاحنا عاملين هاد القافلة اللي غادي نحاولوا أننا نديو لهم شي شوية ديال اللباس، الحمد لله تجمع الخير، وكذلك غادي نلبسوا لهم شي شوية ديال الألبسة الشتوية، وعاملين مبادرة ديال غرس الأشجار الصدقة الجارية. العربي سبع سن أحسن الله إليكم، شكرا لك العربي، الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي العربي السبع، ما شاء الله عليك. العربي السبع اللي هو حاضر معنا الآن ووراء الكاميرا، كذلك يسلم على الإخوان كاملين. تبارك الله عليك سيدي العربي، صراحة شرفتينا في هذا المباشر، وانت واحد الصديق كيعرفوك بزاف ديال الناس في حي الحداد، وكذلك في الجهة ديال المدينة، يعني في أي بلاصة في المدينة كنظن أنك يعرفوك افتطوان. تبارك الله ما شاء الله عليك أخي العربي، أهلا وسهلا بك بعد في البرنامج ديالنا. شنو تقدر تقول للناس اللي كيتابعونا العربي في الأعمال الخيرية اللي كنعملوها؟ أحسن نتعاون مع الناس، والناس اللي مساكن ضعافين نعاونوهم، هذا بدي انا نساهم عاوتاني بشي حاجه عاوتاني وخاب باش ما كان. الله يجزك بخير، الله يجزك بخير يا سيدي العربي، الله يرحم لك الوالدين، انت انسان طيب ما شاء الله عليك وتبارك الله عليك، صراحه هادشي اللي غادي نقولوا العربي. فتبارك الله عليكم الاخوان، حاولوا انكم يعني تعملوا يدكم معنا في هذه القافله المباركه اللي غادي نحاولوا اننا نرسموا فيها الابتسامه لهاد الناس اللي هما في واحد المنطقه جبليه والمناخ ديالها واعر بزاف. ولهذا كنقول الإخوان ضعفوا الحدود باش تاتوما تساهموا في الخير وتديو تاتوما معنا واحد البركة ديال الأجر إن شاء الله. ما شاء الله على الإخوان والتعليق الجميلة جدا، تبارك الله عليكم صراحة. وحنا عاملين اليوم حتى الرقم ديال الهاتف، أبغى شي واحد سوا من الناس اللي ما باغينش يبانوا يدعمونا نفسيا ماديا أي حاجة حنا كنقبلوها، وتبارك الله عليكم صراحة هادشي اللي غادي نقول. والله إلا صراحة دائما احنا فرحانين بالتواجد ديالنا معكم، فحاولوا أنكم توصلوا الصوت ديالنا باش إن شاء الله يعني نجبروا ناس اللي تحاول أنها تصل في الرقم ديال البرنامج اللي عملناه على الشاشة، ماشي في الميسنجر ديال يعني ديال البرنامج. هذا هو الخطأ اللي كيوقع بعض المرات، احنا كنعملوا التليفون، إلا بغى شي واحد يتصل بنا عبر الرقم الهاتف اللي كنعمله. يا ربي يعني تعاونك، كتقول أم أريان أنت رجل طيب، شكرا يا أم أريان وكذلك عمران ما شاء الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
اخي الكريم، وتبارك الله على الاخوان كاملين اللي مساهمين معنا في هذا الاجر هذا، سواء بالمعاونه سواء بالادعيه، وتبارك الله عليكم خير عربي. هاد المعاونات اللي كنعملوا، هاد الحاجات اللي هما خيريه، شنو تقدر تقول عليها خير العربي؟ ايوا الحاجه هذه مزيانه مع الانسان ومع الله. نعم، مع كل شيء. الناس اللي محتاجين عاوتاني راه مساكن في الجهوده والبرد وكذا، هما هادو خصهم يتعاونوا شويه وصافي. وحنا اخترنا خير العربي، يعني اخترنا هاد المنطقه الجبليه اللي فيها الثلج. كيفاش كيبان لك حنا غير هاد البرد دابا اللي حنا فيه، كيفاش كيبان لك غير هاد البرد؟ هاد البرد هذا حنا دابا عندنا الحوايج وعندنا فهمتي الديور وكذا، وهذاك فهمتي هذاك كتشوف برد قارس. سبحان الله. ومشيت عندك الارض هذيك وسيت عندك الجبول هذوك، راه احسن لعب. وهما المنازل ديالهم، يعني الديور ديالهم عامرين بالثلوج اخي العربي. الديور عاديين وعاد الثلج، مساكين غير خصهم باش يسخنوا غير راسهم دابا، ما كيطلبوش شي ماكله ولا شي حاجه، خصهم غير حطب وصافي. سبحان الله. لا يبقى. يعني كيعانيوا حتى من هذه المشكله الاخوان، يعني مشكل الحطب. الناس تما الله كيجبروا غير باش يتدفاو مساكن من هذه القساوه ديال المناخ. وحنا كنقولوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فاحنا خصنا بطبيعه الحال اننا نساهموا في هذه الفرحه ديال هاد الناس اللي كيقول فيها النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. يعني الاخ ديالك سوا هنا ولا في شي منطقه بعيده، كيبقى الاخ ديالك عربي عجمي. الميزان ديالنا والمعيار ديالنا اللي الله تعالى ميزنا به هو التقوى، ياك اخي العربي. كيقول الله تبارك وتعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ماشي اللي عنده الفلوس او اللي لابس مزيان عاد يكون هو اتقانا، ابدا. فالمعيار معيار ديال الدين، وان شاء الله تعالى احنا ما كرهناش، يعني ما كرهناش الصراحه تضعفوا الحدود الاخوان باش تديو معنا الاجر، ياك اخي العربي. ايوا، وخا بنادم يعاون غير بالدعوه ديالو هذيك الناس مساكن، فهمت؟ سبحان الله. وهذا الشيء اللي بعض المرات كنطلبوهم بزاف ديال الاخوان، كنقولوا لهم غير ادعيو، اللي ما قدرش يعطي شي حاجه يدعي. فالدعوه ديالكم الاخوان راه حنا محتاجين لها، وحنا مستعدين اننا الحمد لله من بعد الترخيص ديال السلطات والامور الاجراءات القانونيه كامله اللي تعملت، فمحتاجين الدعاء ديالكم. دعيو معنا نوصلوا عند هاد الناس، نفرحوهم باش ما كتب الله، وان شاء الله غادي تكتب في الميزان الحسنات ديالنا كاملين. ولهذا ها العربي اليوم ضيف ديال الحلقه الحمد لله معنا، قال حتى انا ودوري كنساهم واحد البركه في سبيل الله. وهذه كتحسب له مسكين، لان العربي كيعجبوه الاعمال ديالنا وكيعجبوه هادشي اللي كنعملوه، ياك اخي العربي. يعني باش تفرح شي واحد راه شي حاجه، لا اخي العربي. ضروري نمشي جوله تما عندك الجبال وكذا ونشوفوها ثاني. نعم الناس كيفاش عاملين، حنا مشينا عاد ولاو نمشيوها ثاني. الله يجازيك اخي العربي، المناخ صعيب صراحه. المناخ ضروري خايب بالطاني نسخن شويه. موجود الخير الاخوان، واحد البشره ديال الخير. وانا غادي نقول لكم هنا، سبحان الله، البارح اخي العربي عاد عملنا لو البارح عملنا اننا علاش الاخوان ما نعملوش حتى بطانيات، حيت حنا عاملين غير الحوايج، فقلنا علاش ما نعملوش حتى بطانيات. غير من البارح حنا اليوم جمعنا 40 بطانيه، والاسر غير باش تعرفوا الحساب ديال الاسر، فكاينه 130 اسره اللي تحصات، يعني تحصات احصاءات دقيقه جدا مع الجمعيه اللي عاملين تنسيق معها، اللي هي جمعيه تفتيش للتنميه اللي متواجده في ديك المنطقه. فتبارك الله 40 بطانيه في يومين راه ماشي سهله. فاي واحد يقدر يساهم، يعني هذه المساهمه هذه غتحسب له ان شاء الله، باش تعطي الدفء لواحد الاسره من خلال واحد البطانيه اللي كتشوفها انت هنا واحد الحاجه عاديه، فان شاء الله يتكتب لك بها واحد الاجر كبير عند الله، ياك اخي العربي. لان بحال اللي قلتي قبيله اخي العربي، الناس يعني في الديور ديالها، بحال دابا حنايا يعني نهضروا على راسنا، حنا في الديور ديالنا ولابسين علينا، وكاينه ديك البطانيات وكيدخل علينا. البطانيات مزيونه وكتدخل علينا البرد. سبحان الله. مساكين واخا اللي كان عاديين كيما كان البطانيه. الدكتور عبد الغني، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي عبد الغني الغزال، وكذلك هشام العجالي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس أخي هشام، والله إلا بخير. لما كنشوفكم ونتواصلوا معكم فهذا كيكون هو الخير، وهو اللي فيه الحمد لله فيه هذا اللقاء الأخوي اللي كنتجمعوا عليه. يوسف العزوزي، يوسف العزوزي
شكرا لك سيدي يوسف، وتنت تبارك الله عليك لأنك حاضر معنا في هذا المباشر ديال العائلة اللي كنقولوا عليها دائما، العائلة اللي كتكبر يوما بعد يوم. فتبارك الله عليك سيدي يوسف العزوزي، مرحبا بك. يوسف العزوزي كنظن كتعرفوا وقيل يوسف العزوزي، يوسف العزوزي نعم، يوسف العزوزي صديق ديالك الأخ عبد الله. يا ربي امين، هو كيقول الله يجعلها في ميزان الحسنه يا ربي امين. السي يوسف ديالنا راه كتعرفوا مزيان العزاوزي، راه كان عيان مسكين هاد اليومين. يوسف راه كتعرف يوسف، الله يشافيك يوسف، الله يشافي الامه كامله يا ربي امين. ومن هنا نعطيو لك واحد الدعاء جامع يامنوا عليه حتى الاخوان يقولوا عليه امين. اسال الله تعالى لك الشفاء العاجل يا ربي امين. حتى الزوجه ديالو على ما وصلنا كانت عيانه مسكينه، الله اكبر. ندعيو معها حتى هي اخوتي واحد الدعاء جامع للون الزوج ديالها. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا ربي تشفي هاد الزوج والزوجه ديالو وتخليهم دائما اخوه متحابين في الله يا ربي امين، وتخلي لهم الدرية ديالهم درية مباركة إن شاء الله تعالى، وتخليهم يعني دائما في أمن وأمان، وتحفظهم من العين ومن الحسد ومن كيد الكائدين والأشرار فين ما كانوا يا ربي أمين، تحفظهم منهم أمين. خي العربي خصك تقول لي دابا هاد الناس اللي ما كيبارطاجيوش غير بارطاج، يعني ما كيعملوش مشاركة، شنو نقولوا لهم تاهم؟ هذا خطا كبير، خطا كبير يعني غير البارطاج، غير يعملوا البارطاج هذا عمل خيري، بارطاج بارك يعني. بارطاج يخلي الصوت مزيان، ادعي دخل معنا ادعي، قول شي دعوه ديال الخير او لا بارطاجي وصلنا الصوت بارك. يمكن ان شي واحد يتدخل من ديك البارطاج اللي انت عملتيه ويجيبنا بطانيه، يمكن شي واحد عنده شي حوايج ما كيستعملهمش يعطيهم لنا، يمكن يساهم شي مساهمة مادية نحتاجوها في الرحلة ديالنا من عندك انت، وغتكون لك حسنة وغتكون لك صدقة جارية ان شاء الله. هودا لوكا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اختي هودا، الله يجزك بخير، حتى انتينا راك عزيزة وغالية يا هودا، وكل المشاهدين ديالنا اللي كيشاهدونا وكيدعمونا فانتوما عندنا عزازين كاملين بدون استثناء، لانني اقول دائما انتوما هما العائله اللي كتكبر يوما بعد يوم، انتوما هما العائله اللي صراحه كتقبلوا علينا وكتبقاو معانا حتى الاخر، وزيدوا زيدوا زيد. فتبارك الله عليكم اختي هدى وام عمران وسيدي يوسف وهشام وعبد الغني وجميع الاخوان اللي دخلوا من عندنا هذه المجموعه المباركه. غير بارطاجيو الاخوان وصيهم اخي العربي الله يرضي عليك، بارطاجيو اخوتي بارطاجيو، خليو الصوت يوصل، خليو الناس تعرف على هذا العمل الخيري اللي كنعملوا. هو هذا عمل كيتحسب لنا كاملين، كنشاركوا فيه كاملين، كيكون عندنا الاجر فيه كاملين، لاننا مجتمعين هنا باش نعملوا الخير، ما مجتمعينش هنايا باش نعاودوا لكم الخرافه او لا مثلا نجيبوا الساعه بشي واحد ولا نهضروا على شي حاجه يعني في السياسه ولا هذه، ابدا. حنا مجتمعين هنا باش اننا نتعاونوا فيما بيناتنا ونمدوا يد العون لواحد المجموعه ديال الناس اللي هما في الاقليم ديال ازيلان وهر تفتيش. هادشي اللي علاش مجموعين حنايا الشهر الكريم، وما شاء الله عليكم كاملين الاخوان، غير حاولوا انكم توصلوا لنا الصوت يا ربي امين. ادعوا معايا حتى انا ام عمران وريان، صلى الله تعالى لك الهدايه يا ام عمران وريان. اللي كيتصل بنا الاخوان راه الرقم راه عملناه لكم في الشاشه، يعني الرقم معمول في الشاشه، في شاشه الوصف، يمكن تتصلوا بنا تقولوا لنا شي حاجه. مرحبا بالجميع يا ربي امين. لا اله الا الله، مرحبا بالجميع الاخوان، حاولوا انكم توصلوا لنا الصوت الله يجزيكم بخير، وحاولوا انكم تخليوا بزاف ديال الناس اللي ما كتعرفناش تعرف علينا من خلال هذا البرنامج الجميل اللي كنحاولوا اننا ندخلوا فيه السرور والفرح على الاسر التي تعاني في صمت. فنسال الله تعالى لك الحفظ يا اختي ام عمران، ونسال الله تعالى لك البركه في الرزق، ونسال الله تعالى لك الشفاء من الامراض ان كنت مريضه، ونسال الله تعالى لك
كل شيء جميل يا ربي أمين، وجميع السادة المشاهدين الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، واشتقت لك ولسائر المتابعين يا سيدي أحمد المبارك عبد الحق، مرحبا بك، تبارك الله عليك يا عبد الحق، والله يبارك فيك. وأنا كذلك والله اشتقت من الإخوان جميعا. والغياب ديالنا دائما الإخوان، الغياب هو كيكون غياب ديال الضغط، غياب ديال المسؤولية، غياب ديال الحاجات كتكون تعملت بلا من احنا ما كنكونوش عندنا فيها حتى شي حاجة، لأن كنقول دائما غدا غادي نعمل لايف، ولكن سبحان مبدل الأحوال والأقدار هكذا هي، كتجبرك تشغلوا في شي حاجة ولا كتخرج شي قضية أخرى وهكذا. فاحنا ما كرهناش يكون اللايف ديالنا معكم دائما، باش أننا يعني نتواصلوا باستمرار، يكونوا عندنا مواضيع هادفة. ودائما الحمد لله الله يجعلنا الأعمال ديالنا تكون كاملة خالصة لوجه الله تعالى. عبد اللطيف الإخوان اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عمر كيفتينا؟ الحمد لله أختي، الله يبارك فيك. دا كيفتينا لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يجازك أختي، بارك الله فيك. أخ عمر واش تلعوا وستيتوين والحوايج ولا؟ كل شيء نعم، لأن الأسر حنا كنقولوا 130 أسرة معروفة، راه عندهم عوال صغارين عندهم. أنا ما تلفتش اللايف من الأول، أنا عاد دخلت دابا. مرحبا بك أختي ديالي، مرحبا. وصافي ديك الساعة نسوني عليك غدا بالنهار. الله يجازك أختي، شكرا على هذا الاتصال وشكرا على المساهمة. أختي حنا تبعتيتنا شي وقف معاش. الله يرحم لك الوالدين، الله يتقبل منك، شكرا أختي ديالي، شكرا. شكرا اختي، الله يسر لك اخي، شكرا، الله يرحم والدك، شكرا. سلام. ما شاء الله على الساده المشاهدين الكرام والاخت الكريمه اللي اتصلت بنا عبر المباشر، وهي بشرى ديال الخير ديال الحمد لله. هكذا هما المغاربه كيف ما قلت دائما، كيزولوا ديك اللقمه من الطقم ديالهم ويقسموها مع اخوتهم الى شافوهم في الامس الحاجه، لاننا كنشوف جميع المواضع اللي كنعملوا فيهم سيدة ولا شي عائلة خاصة تاكل في 24 ساعة كيتصلوا جوج الناس أو لا واحد في ديك الساعة وكيجيب الله التيسير. فالحمد لله الأخت قالت غتساهم باللباس للأطفال، الله يتقبل منا ويجعلها صدقة مقبولة إن شاء الله. شكرا خير، شي كيفرح العرس، شي كيفرح ملي تسمع واحد الأخت كتتصل. الله يسر لها في العمل ديالها يا ربي آمين. ما شاء الله، هذه من الجنود الخفاء ديالنا، وتبارك الله ما شاء الله عليها مسكينه. هي قالت ان شاء الله احنا خوت وغادي نتعاونوا ان شاء الله يا ربي امين. عبد اللطيف ايوب، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي عبد اللطيف العائله المباركه، الله يتقبل منكم ما شاء الله، شكرا لك. قلنا الإخوان، فاللي بغى يتصل بنا مرحبا، فرحنا كيف ما فرحتنا هذه الأخت الكريمة اللي اتصلت وقالت واش كتحتاجوا حتى الحوايج العو صغاري. هي معروفة راه 130 أسرة خير العرب، كاين كبارين كاين صغار أسر، حنا كنهضروا على هنا الأسر، راه كاين اللي عنده جوج الأولاد، كاين اللي عنده ثلاثة، كاين اللي عنده داكشي عندنا محصي. حنا الحوايج ملي كنديوهم كنفرزوهم، هادو ثلاث سنين هادو دعامين، هذا كيبقى الشغل ديالنا، لأن حنا عندنا الأسر معروفين شحال فيهم، فكيبقى هذاك واحد الطاقم آخر سخر الله تعالى لهذا العمل ديال أنه يفرز الحوايج ويجمع كل أسرة، يجمع على البضاعة ديالها باش نعطيوها له إن شاء الله، وما يوقع شي ذاك كل واحد يجي يعزال ولا هذه، لا ما عندناش، يعني كل أسرة نجمعوا لها الحوايج ديالها ونعطيوها، وداك الشيء غتشوفوه إن شاء الله، ونطلبوا من الله يتقبل منا يا ربي آمين. شكون هذا؟ اتصلوا بنا الاخوان، سمعونا الصوت ديالكم، ما قدرتوش تبانوا يعني باش ما قدرتوش تبانوا مثلا هيدا في الصوره يعرفوكم الناس، اتصلوا بنا سمعونا الصوت ديالكم، سواء تعاونتوا معنا او دعيتوا لنا بالتيسير ما عندناش مشكل، غير نسمعوا الصوت ديالكم، لان شحال من جندي خفي عندنا. سبحان الله واحد النهار هذه وقعت لي ليلي خي العرب، كنت ماشي باش ما نقول لكمش انا عندي معجبين بزاف، اي شويه اي بارك، واحد تاكسي تبقى كي يعني كيكلاكسوني عليا، قلت انا التاكسي زعما ما خصنيش التاكسي، انا كنت ماشي، هو انا ماشي في حالي، هو هود شابر الطريق ديالو
سبحان الله. ورجع مسكين مشاريا تان عندي، قال لي عمر ياك، قلت له يا عمر، قال لي الله يرحم لك الوالدين على داك الاعمال اللي كتعمل، وانا واحد النهار جبتي لي الجائزه من بنتي شاركت معاكم في تجويد القران، شتي؟ فهنا كنقول لكم غير اعمل الخير ونساه. وانا سبحان الله كنت غير مصرف في داك الشيء، الناس كتقرا كلشي عطينا الجائزه بالفضل ديال واحد الجنود خفيه لا يعلمها الا الله، وكذلك واحد السيد مبارك اللي كان معنا في الغربه محب للخير ما شاء الله، اللي كان تكلفنا بجوائز كثيره، ما نساوش الفضل ديالو، نطلبوا من الله تعالى يتقبل منه. نذكر الاسم ديالو ولا ما نذكرش الاسم ديالو؟ الاسم غير بوحدو، غير بلا شي حاجه اخرى، غير الاسم بوحدو. تقدر تعرفوا تينا زعما اي بوحدو الاسم بلا اصل بلا حتى حاجه. شكون هو؟ هذا واحد السيد الله عمره سلعه، راجل مزيان خير، اخي احمد. الله يرضي عليك. الجبالي في اسبانيا. الله يتقبل منك اخي، ما شاء الله. مسكين ديما كيجري في الخير، قسم بالله في الخير، الله يحفظه الله يخلي له ميزانو. العربي قلت له قول لي غال اسم. لا الدنيا هذه ماشي مشكل. هذا غال اسم. الله عمره سلعه. ما شاء الله. الله يلا تبارك الله. تا واحد السيد مسكين. اتمنى كنت نقدر نعاون. كتقول ام عمران قبيله مسكينه كانت كتقول دعيو معايا، وكتقول كنتمنى. دعيو معايا مسكينه. دعينا معايا بالحق. كتقول زعما انا ما كرهتي حتى انا نتعاون معاكم، هذه باينه عليها شي درويشه. درويشه واخا تعاون معاها بالدعاء. بالدعاء. صافي تاتينا دعي معنا يا ام عمران وريا، دعي معنا صافي. احمد مرون وجزاك الله كذلك خيرا يا سيدي احمد مرون، وتقبل الله منك صالح الاعمال، لانك رجل طيب مبارك وكتعاون معنا دائما في الاعمال ديالنا المباركه، فتبارك الله عليك يا سيدي احمد مرون. الله يجزيك بخير، شاركونا اخوتي هذا المحتوى الجميل. يوصل عند بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوناش، يعرفونا مرحبا بهم. انا قلت لكم ما هي القصه اللي قلت لكم دابا عاد عنا ببعيد. السيد وقف بالتاكسي ورجع وشكرنا، وهذا الشكر كيرجع لكم كاملين صراحه، لان كاين ناس اللي دخلتنا يا احمد في هذه المجموعه المباركه، وباقي لحد الساعه عندنا معاه علاقه طيبه اخويه، وكيتعاون معنا صراحه، ما كيتشطرش بحال اللي غنقولوا حنا بالدارجه، ما كيتشطرش شي مارت شي حاجه على قدر الاستطاعه، ولكن على قدر الاستطاعه. ايوا واخا احمد ما كيبغيش يظهر دابا مره اخرى، دابا نشوفه ما لا بغى يظهر معنا في اللايف. لا والو ما بغيش باغي. لا هادو من الناس اللي انا قلت ديك اللقمه اللي كنقسموها مع خوتنا، فهمتيني العربي؟ اللقمه كنقسموها مع خوتنا، هو شنو كيقول؟ بركه قسموها مع بعضيتنا، هادشي اللي كاين كيقول بركه نقسموها مع بعضيتنا. لو ان سيدي احمد بغى يبان كوبان. ايوا هذا السي احمد عنده واحد لا عمره سلعه، اش نقول لك؟ سبحان الله. ايوا راجل مزيان ونرفوجه. الله يخلي لولاده. الله الا ما شاء الله، يا ربي امين. طلبوا من الله تبارك وتعالى ييسر الامور نسرين، الله يعاونكم يا رب. الله اكبر الله اكبر، مساهمه مباركه من داخل البرنامج، اسال الله تعالى يتقبل من هذا السيد المبارك. جا شي اتصال من عند شي واحد، وسيدي احمد هو اللي كيساهم بهذه. هاي جوج بطانيات عادي سيدي احمد، جوج بطانيات اولا وحده وعره. لا جويجه تقول عادي. نطلبوا من الله تعالى يتقبل منه. ها هو شي واحد سمعنا، حيت حنا يعني كنتواجدوا في واحد المنطقه كيعرفوه بزاف ديال الاخوان، يمكن اتصل به شي واحد. ها هي في سبيل الله بقى كتجرح، نتعاونوا بها في سبيل الله. دابا هذه بحال ديك الغرامه اللي كيعملوا فيها واحد اللي عطاها شي واحد الحاجه. نعم بارطاجيوها اخوتي، ما تخسروهاش. بارطاجيوها الاخوه، الله يجزيكم بخير. العربي السبع كيقول لكم بارطاجي. العربي السبع، دابا العربي غيدخلوا ديك الجنود ديالك اخي العربي. جنود غير باقي ما كاين الناس اللي باقي ما دخلتش باش تعرف يعني شكون اللي معانا وشكون هذه. تبارك الله على سيدي العربي، معروف بزاف في المدينه. العربي ما كاينش اللي ما كيعرفوش في المدينه، وكذلك خلى ذكريات ما شاء الله عليه. العربي الان رجل طيب محب للخير، تبارك الله عليك العربي. لا الا هادشي اللي نقول تبارك الله عليك. شي واحد هنايا قال الله يعاونك يا ربي توقف معكم الدعاء من الاثقال. ديك ام عمران وريان، انا كندعي معكم من قلبي يا خي العربي، يعني مسكينه هادشي اللي قدرت تعطينا، فالله يتقبل منك اختي ديالي. زيد ادعي معنا وفي الصلاة، أكثر من الدعاء الإخوان في الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في السجود حنا كنعملوا الخير،
كنتعاونوا مع بعض كيتناول الامور ماشي كتيسر لواحد الدرجه ما كتصورش. نسال الله تعالى القبول يا ربي امين. الله يعطيكم ما كتمنى والله يجزيكم كل خير. دعيوا لي مع بنتي مريضه الله يرحم الوالدين ام جنه الله اكبر مسكينه عندها بنتها الله يشافيها يا ربي امين. نسال الله تعالى انه يرزق الشفاء العاجل. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا ربي وتشافيها وتعافيها من جميع الامراض والاسقام يا ربي امين. عندي واحد وليد انور الله يشافي مع واحد وليد انور اسال الله تعالى ان يشفيه وان يبارك في عمره يا ربي وتشافيه من جميع الامراض والاسقام. اسال الله تعالى ان يجعله من الصالحين ومن المرضيين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا ربي وتشافي لنا هذا الولد انور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحيم الغزال المبارك. اسأل الله تعالى أن يبارك فيك سيدي عبد الرحيم. غوايب هذه يا عبد الرحيم شحال ما شفنا التعاليق ديالك يا أخي عبد الرحيم في المباشر ديالنا. ويمكن لأننا احنا أصلا ما كنعملوش الوقت باش نقول لكم عن عملو المباشر، مع العلم أن بزاف ديال الناس حتى كيتسالى المباشر وكيتفرجوا فيه، وكاين الناس اللي من بعد عاد كيجيو وكيتواصلوا معنا وكيقولوا لنا شنو بغيتوا واش نقدروا نعاونوا بالحوايج واش نقدروا نعاونوا بالغرس واش نقدروا نعاونوا بكذا، وكيوقع واحد التواصل وكيجيب الله التيسير. فالحمد لله الامور تبشر بالخير. عشني احنا قربنا من ديك 24 قربنا انا 24 بواحد التسلسل اللي هو شويه صعيب، حيت دابا اللي محتاجين الدعم 130 أسرة. احنا عملنا مبادرة بطانيات جمعنا 40، شحال كيبقى لنا 130 أخي العربي؟ 90 إيوا 90 يالله بسم الله. واحد يجيب جوج، واحد يجيب وحدة، واحد يجيب كذا، وغادي نعطيهم ديك الناس عاو بطانية، ولا جاب الله الزايد نعطيو لهم، لأن هذاك رزقهم كيبقى. شحال نقول لك أخوتي، مشينا عندك المنطقة ديك الناس راه ضعافين بزاف، فهمت؟ برد قارس سبحان الله. وخي العربي شوف حنا كنمشيو عين نستمتعوا، كنقولوا يلاه مثلا نمشيو لإفران ولا شي منطقه فيها الثلج، كيفاش كنلبسوا؟ كنلبسوا مزيان، كنلبسوا مزيان، واخا حنا ماشي غير نستمتعوا، ماشي غير ندوزوا واحد سيمانه ولا ثلاث ايام. هذوك الناس ساكنين تما، هذوك ساكنين تما، ساكنين تما، الديور ديالهم تغطوا، مغطيين. وسبحان الله الضعف المادي لما كيتجمع مع هاد الظرفية ديال المرض، مع الناس ما خداماشي، حديت ولا حرج. فنسأل الله تعالى يعني يشافي ويعافي الجميع يا ربي امين. هادشي اللي غنقول يا ربي تشافي وتعافي الجميع، حيتاش الناس عندها واحد الخصاص واكثرية في هاد المدة هادي اللي عشناها ديال هاد العماين. سبحان الله تضاعف ديك الخصاص، بانوا ديك الدراوش بالصح، بانوا لان بقاو كيسعاو. كاين الناس اللي ما جبراش باش تخلص الكراء، كاين الناس اللي ما جبراش باش تشري ما تاكل عند الدار ديالها، وكاين الناس كل واحد كاين اللي عنده مشكل في المرض ما عندوش حتى باش يشخص المرض باش يشري الدواء. فسبحان الله نسال الله تعالى انه يقضي الحوائج ديال المسلمين جميعا يا ربي امين يا خير العالمين. فالاخوان اتصلوا بنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. جوج البطانيات، لان كاين عندنا ناس هنايا، انا قلت لكم كاين كيجيوهم اتصالات، عندنا واحد الطاقم خاص اخر كيوصلنا الهضره اللي دايره. جوج بطانيات اخرين في سبيل الله عز وجل، احنا جمعنا ثلاثه لان قلنا بطانيات فتجمعوا ثلاثه. هادشي اللي كاين، مع العلم ان اي واحد يقدر يساهم سواء في اللباس عنده في الدار ما كيحتاجوش يعني عنده زايد، اولا في المسائل الماديه يتعاون بها في هادشي داتشي ديال اللباس ولا ديال الاغطيه ولا ديال الاشجار الصدقه الجاريه، فالله يتقبل من الجميع يا ربي امين. الله اكبر. فاطمه الزهراء الله يسهل يا رب، شكرا يا فاطمه الزهراء يا ربي امين، شكرا لك. وعن ابي نشوفوا هذا الحديث ديال سيدي احمد مرون ما شاء الله، حديث مبارك. وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الثلاث أقسم عليهن. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. سبحان الله، لا إله إلا الله، يعني سبحان الله. حديث قيمة مباركة أسردنا الأخ أحمد مرون، ما شاء الله عليك سيدي أحمد. لا إله إلا الله. ولهذا الإخوان الإنسان يعمل الخير، هادشي اللي غادي نقول، الإنسان يعمل الخير وينساه. وهنا أيها الإخوة الكرام، وقال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. سبحان الله الإخوان، سمعوا هذه الأحاديث الجميلة المباركة. وعبد لم يرزقه مالا يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته سبحان الله فهما في الوزر سواء. سبحان الله، كل واحد والنية دياله والإخوان، كل واحد والنية دياله، وكل واحد بالأعمال اللي يعني كيفاش كيفكر أنه يعمله. سبحان الله، كل واحد بالآجر وكل واحد بالوزر على حسب ذيك النيات. وعن عائشة رضي الله عنها اللهم أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها. النبي عليه الصلاة والسلام ذبحوا حد الشاة، فقال لعائشة رضي الله عنها ما بقي منها، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، حيت داكشي اللي بقى لما ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم. شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لنا اتصال. قال عليه الصلاة والسلام بقي كلها غير كتفها، يعني بقت كاملة غير الكتف ديالها. عندنا اتصال الإخوان، سمعوا من المتصل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلامك. مرحبا أخي، مرحبا. السلام أخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. شوف. نعم. يا صديقي العزيز. نعم يا أخي. بغيت نحكي معك واحد القصة. أها. انا كنت دابا داخل الفيس ومن تبعت اللايف. ايه. واحد القصه، انا متزوج. اها. عندي بليه. ايه. عايش انا عندي دار ديالي بوحدي. ايه. وعندي مساكن بوحدهم. اها. ودابا انا وزوجي عايشين، يعني انا وزوجي عايشين مزيان انا وياها، فهمتي؟ ولكن في هاد الايام زرا واحد المشكل. هو دابا بحال الزوجه كانت غتغوت على بالاسبوع بالسبت. اها. كانت دايره باش تعرض على امها وباها وخالتها وعمها. ولكن انا فراسي، انا فراسي غير غتغوت غير على الام ديالها والاب ديالها. ايه. وما سمعت لها دابا انا غادي ندوز بحكم ان شاء الله راه في المغرب ما كثير غنخرج مع الطفل. اها. لا يعني كاين عارضه نتيا غير على امك وباك، راه ماشي مشكل صافي، وخا نتعطل غير ما تتزوجش. هي تقول لي لا انا راه عارضه على غيكونوا كلهم غتكون خالتي وغيكون عمي. قالوا لي كانوا غادي يكونوا هما كاملين، قلت لها غنطرق معايا الدار غنجي معايا الوالده والوالد. تقول لي هي لا، قالت لي لا راه ما ولا بغيتي تهرب على داركم. عرض عليهم بحضهم، قلت لها ما راه عارض عليهم بحضهم انا، ما راه ما فيهم جدان فيهم شو، كأنه يكون كل شيء، أنه ما يكون تواحد.
ويولي واحد النزاع هي ما تقبلاتش هكا، وانا على حسيت من انا ما بغيتش انا الاسلوب هذا. كان يعني ما كانش قبل ما تعرض انت لا من الاحسن قبل ما تعرض الى تو واحد قام يدير تو واحد هاد الدار. انا اصلا كمني قلت له انا غنجي على غفله وغنلقى عماك وخالتك وكل شيء مجموعين الا الاب ديالي الام ديالي، قلت له غنحس بواحد النقص انا اللي هو كبير. سي دابا انا الحب لا اظلم والدي الزوجه، مابغيش نظلمها. نعم بغيت الراي ديالك. والرأي ديالي صراحة ما فعلته الزوجة هنا فالحقيقة هذه يخالف الشرع، لأن راتو مع عائلة وحدة، سواء الأم ديالك والأم ديالها ولا العائلة كاملة كتبقى أسرة وحدة. أسرة وحدة وباش ما يتفرقش، اسمع باش ما يتفرقش الشمل هنايا هنا باش الحكم أن هذا ماشي بهذا بنت عمتي. بنت عمتك، وهذا هو سبحان الله، وهذا هو الاشكال اللي كيوقع في بعض الاحيان، يعني لما كيكون الزواج من الاقارب، من اللي كيوقع واحد المشادات بين واحد الطرف والطرف اخر، شنو كيوقع؟ كترجع ديال العائله كامله، وانتم الحمد لله ما عندكم شي مشكل. لا ما كاينش شي مشكل، وهي ما عندهاش مشكل مع الام ديالك ولا هاد العائله ديالك اللي غادي تجي. لا ما كاين، لا ما كاينش شي مشكل. وهاد السيده هذه علاش زعما ما بغاتش تكونوا كاملين مجموعين؟ فين كاين المشكل هنايا؟ دابا كان كترجع واحد السبب، غادي نرجع لك واحد السبب استاذ. مرحبا. كانت واحد الاخت ديالي انا كانت عندها واحد الحفيد بحكم ان عم عندي قريبه في السبيطار وهذا، وان المراه عندي ما مشاتش عندها في السبيطار. جات عند الام ديالي قالت لي انت راه هي عمتك ما جاتش عند السبيطار، وما هي مراتك ما جاتش عند السبيطار، وبقى هذا الاشكال. ولكن مع مرور الايام بنت عمتي خيط المرأة كانت في السبيطار، كان جا واحد سميتو طلعات الإنعاش وما مشات عندها لا الوالدة أصلا بإيدها، ما مشاتش عندهم في السبيطار. أنا كنظن بحال بقى الإشكال هو اللي بقى بحال هكا، بحال بقى واحد الشوي الحقد بحال هكا، زعما كاين علاش ما مشيوش عندهم كذا إلى آخره. نعم أنا شديت السبب من هكذا. قلت وقيلا على السبيطار يمكن بقى بحال بقى ربما بقى الحقد هذا، ولكن أنا قلت هذا ما عندوش شي مانع، أنا ما يعني هذا ما كاينش شي مانع، انا هادشي اللي قلت الفكره ديالي انا. سبحان الله. اجي دابا الاسره ديك الساعه ما جات واحد؟ فاش؟ في هذه المناسبه اللي قلتي لهم صافي اما يجيو كاملين ولا ما يجي حتى واحد، واش جا ولا ما جاش؟ لا ما جات حتى واحد. انت انا والزوجه ديالك باقيين مزيانين، ما كاينش شي علاقه ماشي هي هذاك يعني ما تغير.
شنو هذي سيد صافي شي واحد قال لي الاخوان الصوت واش باقي ضعيف حيت شفت بارك الله فيك كذلك يا مروان مروان الاخ ديالنا الله يجزك بخير شكرا نسال الله تعالى ان يبارك فيك كذلك عادل شكرا لك السي عادل الله يبارك فيك السي عادل المبارك ديالي وقليبات مني لي لك سيدي عادل الله يحفظك وراكم في القلب كاملين صراحة الله يلا لك راكم في القلب ما شاء الله عليكم الصوت اللي قال الصوت واش باقي الصوت اخوتي باقي عندنا مشكل في الصوت الناس اللي باقيين معنا في المباشر واش باقي عندنا مشكل في الصوت بحال اللي مشى الصوت شوي شوقي لا سمعت خاي الصوت حتى واش باقي المشكل في الصوت الاخوان لان الاخوان اللي باقيين معنا حاولوا انكم تبارطاجيونا الله يرضي عليكم وتوصلوا لنا الصوت وما شاء الله سبحان الله القصه دي الاخ ديالنا فيها عبره لبعض النساء اللي ما عرفتش مالهم والله الا صراحه انا بعدا ما عرفتش مالهم السيد كيقول نجمعوا العائله كامله يجيو هي خصها واحد الفئه معينه يمكن عندها شي مشكل مع شي واحد هو ما عرفش وهذا دائما كيوقع في الزواج من الاقارب وانا ماشي كنقول ما تجوجوش بالاقارب ديالكم اللي قرابين عشني انا كننصح ان اي مشكل غادي يوقع غادي يسبب واحد الكارثه الا العقلاء اللي هما كيعرفوا شنو هي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيت قليل اللي كيرجع يقول راه نشوفوا الشرع شنو كيقول كلشي كيزيد غاي زيد ديك الطين بله كيزيد يكب على ديك الرمل الماء في غيبان الرمل في الماء كخا العرم الرمل انت غير كتكون صافي والسيد بغى العائله تجمع كامله لا انا خصني تجي غير هذه ومع العلم انهم هما نيت الاسره ديالها عاود يعني شوف سبحان الله فنسال الله تعالى انه يؤلف بين القلوب ديالنا هادشي اللي دخل واحد الدخله واحد الدقيقه كاين كيف العائله ديال الراجل كيف العائله ديال المراه كيف كيكونوا متفاهمين مزيان تخلطوا مع بعضهم وتعشوا وكذا وهذه هما اصلا عائله هما عائله مجوجين من اللي قالت لك يا عيطات تعيط غير على هادو لا هادي لا هادي لا يجوز مره لا يجوز لا يجوز على عائله دمره بوحدها عائله الراجل ودمره سبحان الله يعني الاخوان شو كاين بعض المشاكل اللي بنادم ما كيرد لا شي بال كتبان له عاديه جدا يعني كيبانوا عاديين ولكن الله المستعان الله تعالى أن يبارك في الجميع يا ربي يباركنا فيكم يعني غير الإنسان يرد البال في بعض الأحيان راه كنكونوا غالطين في القرارات ديالنا وما كنكونوش عارفينها يعني شنو غادي العواقب ديال اللي غتكون فهاد الأخت اللي عاملة هاد المشكل سبت في سيمانة ديال القطيعة مع الزوج ديالها وربما تمشي بعيدة ديك القطيعة يعني شحال ديال الناس اللي ارتكبوا جرائم بالمسائل في حال هيدا مخالفة لشرع الله تعالى فالرجل كي صافي كتطلع له مرته في الراس وكتبان له يسالي وعلى هي وقعوا مشاكل في حال هيدا والمحاكم عامره بهذا الشيء مساعد ما بعطيهاش يعني الانسان يحاول انه يجتهد اتصال خير العرب تهضرتينا هاد المرة الو السلام عليكم السلام عليكم اخي تهضر مع اخي العرب يا اخي مرحبا بك اخي مزيان اخي العربي الله يرحم والديك اخي وكتعجبونا هادشي اللي كتعملوا تما في المستوى ونطلبوا منكم الجهد ان شاء الله ولا كانت شي مساعده حنا ندخلوا معكم نعاونوكم الله يا اخي العزيزيه هاي باش مساعده اخي العربي قولوا لنا حنا نعاونوكم نخدموا معكم في هادشي الله يا اخي الله يا اخي مرحبا بك اسمح لي الاخ المتصل انا غالبا عندكم تبع معنا من الاول لا ضروري من الاول وانا بديت مزيان اخي ديالي يعني شنو باش تقدر تعاوننا باي حاجه اخا يعني تعاوننا واش حتى في هذا المساء هذا بين وخيلا منا واحد طنجه هذا بين طنجه واخا شوف ارى لي الاخ الكريم ديك ستيل والله يرضي عليك الاخ الكريم واخا نقيدوا لك النمره ديالك هنايا مرحبا يعني المساعده اللي تقدر تعاوننا بها واش في البطانيات اللي هضرنا عليهم في شي حاجه ديال اللباس كل شيء بطانيات بالحوايج شكرا الله يجزك بخير تينا من مدينه طنجه صافي انا غنقيد النمره ديالك وان شاء الله نتصلوا بك ونشوفوا باش تقدر تعاوننا صافي يا خاي صافي
شكرا، الله يجازيك بخير على هذا الاتصال، مع السلامه. ما قلنا شي سميه ديالو شنو؟ ماشي مشكل، حنا عندنا النمره ديالو غادي نتواصلوا معاه. اتصالات ديال هذا النهار مبارك يا خي العرب، نهار مبارك. ثلاثه البطانيات اه، ثلاثه البطانيات تبارك الله، وكاينه المساهمه ديال الاخ قال لك انا نقدر نتعاون معكم في اي حاجه، يعني ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ العربي الا كان مباشر فيه غير واحد يعاون، احنا عملنا على الله يا مزيان. ثلاثه البطانيات واش كانوا عندنا ملي بدينا؟ ما كانوش عندنا. ثلاثه البطانيات و 200 درهم ها ما كانوش عندنا. الله يقوي الخير، طلبوا من الله تبارك وتعالى يقوي علينا الخير يا ربي. امين. راه شي حاجه انك توقف في تعاون، يعني تعاون هذه بصفه عامه، تعاون في اي حاجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كيقول إماطة الأذى عن الطريق صدقه، غير شي حجره ولا الشوك ولا الجاج جبرتيه في الطريق وزولتيه صدقه. ابتسامك في وجه اخيك صدقه، غير ابتسام. شحال ديال الناس كنجبروهم اخي العربي على الغنازر وهما ماشيين. هذوك بيني وقيله ما كيصليوش. ها قيله ما كيصليوش. حتى هو نعم اللي كيكون شي من هذا بعيد على الطريق ضل الله، كيفاش بغيتي يضحك؟ ما يضحك ما والو، دائما حتى الدنيا ما تضحكلوش. سبحان الله، حتى الدنيا ما تضحكلوش. والله الا عندك الحق، وكثير من هاد الناس هادوم كتجبروا تابع غير الدنيا. غير الدنيا يا جماعه، هي انا غتبقى راه المسال تقدر تطلع النفس ما تهبطاش صافي ما كاين والو. سبحان الله، ماشي نبقى يفكرنا 20 سنه كل شيء كل شيء 20 سنه كيف كان 20 سنه اخي الاخوان 20 سنه اخوان نعم. احنا 20 سنه ولا ما عارفينش غدا ما دابا في هذا اللايف هذا تقدر توفى في هذا اللايف هذا اللايف هذا تقدر ما دي. عندك الحق عندك الحق عندك الحق نعم عندك الحق، لان بعض الناس همهم الوحيد هو غادي نعمل. كنوصيكم لازم يكون شي بخير، بخير ما كايناش. انا تهلا في راسو تهلا في وليداتو وتهلا في الوالدين الوالدين. بارطاجيو معنا خوتي، بارطاجيو الله يرضي عليكم، خليو الصوت يوصل، خليو بزاف الناس. كنوصيكم للوالدين، الوالدين راه راه خي العربي ما تنساش، راه هذوك جوج د الابواب من ابواب الجنه. اش كنقول لكم اش كنقول لكم الوالدين اخوتي، حيت انا تربيت بلا والدين المسؤوليه تقريبا 20 سنه. سبحان الله، اللي عنده الوالدين تهلا فيه. جنة بونيس كتقول اخي العربي الله يعاونكم، ما عنديش صراحة باش نعاون ماديا ولكن نعاون بالدعاء. مرحبا. سبحان الله، مرحبا كما قال العربي. مرحبا. الدعاء الدعاء راه الدعاء وقع التبسيمة. سبحان الله. الدعاء راه عليه طلعة هذه الرواية كاملة. فكم من 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 انسان مبارك لحقتنا الأدعية ديالو، شحال عديد منهم كيدعيو والله تعالى يستجيب، شحال عدد كيجيب الله تيسير بالدعاء. فالدعاء راه ما تقولوش شي حاجة عادية، الله تعالى كيقول ادعوني أستجيب لكم، ما كاينش الوساطة هنايا ولا هادي. غير شن الإنسان الصالح والدعوة ديال الأربعين من الناس اللي هما فحال هاد اللي كيمروا علينا مرور الكرام، 40 غريب مستجابة بإذن الله تعالى. فالإنسان ما يبخلش بالدعاء ويحاول أنه يكون مخلص في الدعاء دياله، إن شاء الله يجيب الله التيسة، إن شاء الله يجيب الله التيسة. فالأخت اللي ما عندها باش تعاون، حتى الدعاء راه إعانة لنا، يعني إحنا غير بدك الدعاء راه ما شاء الله إحنا محتاجين له بزاف. الدعاء ديالك يا أختي الكريمة جنات بونيس محتاجين ليه له بزاف. العربي الله يقبل الصدقة بيمينه، الله يقبل الصدقة بيمينه، ما شاء الله، يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يقبل الصدقة بيمينه. خير العرب سبحان الله، فيربيها ودرهم اللي كتقول انتينا درهم عادي جدا، فالله تعالى يجعله جبال من الحسنات. درهم خير العرب، درهم درهم كتنزلوا كتوضعوا في سبيل الله، فهو كيكون ماشي مشكل. المهم الناس شو سبحان الله اللي ما عندها ما تعطي، واخا عيد الدعاء واخا عيد الدعاء واخا الله تعالى غيجعلوا لك جبال من الحسنات. ما يعني ما تقولش راه درهم عادي،
درهم راه تا هو راه فلوس. درهم ماشي عادي، درهم يقدر يجيب الخميره، يقدر يجيب الكوميره، يقدر يجيب. سبحان الله. نعم عماد كيقول اخي العربي الله يوفقكم اخوتي. يا ربي امين. سعاد كتقول السلام اخي الله يعاونكم، بغيت نسولكم الامانه. سعاد هاد الهضره الاخرانيه ما فهمتهاش. نوصلكم الامانه، الامانه. شكرا يا ام عمران وريان، شكرا لك على هاد الدعوات، ما شاء الله عليك اختي. ديك الهضره الاخرى يعني يا سعاد هي اللي ما فهمتش. ما نوصل لكم الامانه ديك الاخرانيه هي اللي ما فهمتش يا سعاد، الا قدرتي تعاودها نفهموها ان شاء الله. رضوان مخلوف الرجل المبارك ديالنا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا رضوان يا مخلوف، صلى الله تعالى ان يبارك فيك ويحفظك. والله الا بخير ولله الحمد والمنه. الحمد لله والله الا بخير، الحمد لله بخير ولله الحمد، الله الا بخير يا رضوان، صلى الله تعالى ان تكون انت كذلك، يعني انت تكون بخير وعلى خير. قلب بالحق تعلق وبق. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله. اخو عمر تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي الكريم، مرحبا بك. الله يبارك فيك ومرحبا بالضيف اللي معك. الله يجازك اخي، شكرا. هذا الصوت ماشي يعني متعود كنسمعوا في الاصدقاء وكذا. عبد الله لا يا اخي، والحمد لله، وحنا الحمد لله من المتابعين ديالك اخي عمر. سبحان الله، فهمتيني. الله يوفقك اخي يا ربي امين. الله يحفظك سيدي عبد الله، الله يرحم لك الوالدين. الله يوفقك، والله عز وجل هو اللي غادي يجازيك على هذا الشيء هذا، ونطلبوا الله الناس اخرين يعملوا بحالك، وتكون هيدا مبادره، تكون الانسان يخلص من نيه ويكون خير ان شاء الله يا ربي. يا ربي امين. وداكشي اللي كان اللي كنطلبوا من الله تبارك وتعالى في هاد جميع المباشرات اللي كتشوف عبد الله، هو اننا نحاولوا نخلصوا النيه ديالنا الله تبارك وتعالى، ونكونوا يعني من 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 المرضيين. والحمد لله نطلب من الله تعالى يعني يتقبل منا العمل. العمل ملي كيكون مقالب ربي كيبارك فيه. الحمد لله. كيفاش جاتك عبد الله هذه المبادره ديال الجبال ديال ازيلال وهذه المنطقه ديال التفتيش ولا المناطق اللي كاينين تما؟ الله يا ودي، الله يا ودي، ولا حول ولا قوه الا بالله. تما صراحه تما ناس زعما راه كتعاني، والانسان ما يقدرش يتصور ديك الشيء هذاك ويحس بالنعم اللي هو فيه حتى يطلع ويشوف الناس كيفاش كتعيش تما. لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم، وخصوصا فصل الشتاء هذا زعما سنقول لك مبادرة طيبة. والله يوفقكم اخي، والله يكمل عليك بالخير اخي عمر، يطلب الله التوفيق وزاد. شكرا سيدي عبد الله، وكنشكرك على هذا المرور المبارك، وتضيف ديالي تضيف كيسلم عليك. وتحية لجميع جنود الخفاء والضيف الكريم اللي معاك، والله يوفقكم يا ربي امين. شكرا تدخل عنده في محله. شكرا شكرا سيدي عبد الله، الله يرحم الوالدين، بارك الله فيك. حقا ما شاء الله سيدي عبد الله، يعني هو راجل مزيان هذا، سبحان الله. وباين اذا الاخ عماد قال لمن كتجمعوا برافو. ديك شو سبحان الله، لما كتبت حرف تبدلت المعنى كاملا، لمن كتجمعوا قالت ديك الاخت. شكرا لك يا عماد. جنود الخفاء ديالنا الحمد لله كثارين بزاف ومتبعين معانا، نتوما هما ديك ستيلو اللي كيصحح من بعد لما كيكون شي حاجه دازت غلطه او لا. فتبارك الله عليكم، وهذا باش كنقول انا دائما جنود خفاء، سواء في المعاونه سواء في اي حاجه. فالاخت اللي سقست سعاد لمن كنجمعوا، كنجمعوا نشيد الناس كاينين في دوار، في واحد الدوار من الدواوير ديال ازيلال اللي هي مكسوه بالثلوج خاصه في هذا الوقت هذا، كنجمعوا له باش نشريوا لهم الحوايج، والحمد لله جاب الله النصيب. غير شني الاسر كثيره،
كنجمعوا الحوايج وكنجمعوا البطانيات وكنجمعوا الغرس باش اننا نوصلوا لديك المنطقه ويكون عندنا واحد البصمه في ديك المنطقه. والله يوفقنا لفعل الخير يا ربي امين. شكرا لك يا عماد، الله يجزك بخير يا ربي امين. يا اخي محمد، محمد التلامي، شكرا لك يا محمد يا ربي امين. شكرا عبد الله، لا تبارك الله عليكم، شكرا يا عبد الله. سبحان الله، عبد الله، ولاد حجي، عبد الله ولاد حجي، عبد الله ولاد الحاج، ولاد الحاج، عبد الله ولاد الحاج، هو راجل مزيان هذا، عرفتي؟ كيقول تبارك الله عليكم. شكرا لك سيدي عبد الله، والله يتقبل منك يا اخي. شكرا، هذا الشيء اللي بغينا، بغينا دعوات ديال الخير. عبد النور، عبد النور، عبد النور بيبالي لك تتنى يا عبد النور، الله يجزك بخير. عز الدين مدريد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يجزك سيدي عبد أخي عز الدين، والله يحفظك كذلك ويبارك فيك يا ربي أمين يا عز الدين. رجل مبارك ما شاء الله عليك يا عز الدين، شحال ما تواصلنا، شحال ما كان عندنا شي لقاء، نسأل الله تعالى أن يبارك فيك يا عز الدين وفي الأسرة ديالك الكريمة. الإخوان أنتم كتشوفوا الحمد لله كانت مداخلات مزيونة من الأخ ديالنا اللي افتتحنا الجلسة اليوم بالمساهمة اللي هو أحمد المبارك اللي كنسميوه دائما، تهلا فينا ثلاثة بطانيات. وكذلك الاتصال ديال الطنجاوي ديالنا اللي قال لك أنا موجود في أي ساعة. عبد الله اللي زدنا دعم نفسي وبارك في الفاتشي هذا اللي كنعملوه، وقال هادشي اللي كنعملوه مزيان، فالله يجزيه بخير. وكل من أحسن فينا الظن الحمد لله على هاد الأعمال، راه ماشي سهلة. وكذلك الأخ الكريم اللي هدر عنده مشكل مع الزوجة، نسأل الله تعالى أن يبعد عنهم كيد الكائدين وحسد الحاسدين. هذاك الإنسان لما كيكون ناجح سبحان الله حتى الشيطان كيحاول أنه يترش له الشمال، فنسأل الله تعالى أنه يعني يكون بخير مع الزوجة دياله. والحمد لله على كل حال، نسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع يا ربي أمين. عبد الله، عبد الله طنجاوي، وترابي، خلق وترابي غيكون بارطاجين شي واحد ما شاء الله. اذا كاينه بعض الناس اللي كتعمل هاد المبادره اللي عمل عبد الله، كيشوف شي صديق عنده مزيون كيتعاون او اللي يقدر يضيف شي حاجه كيعمل له الاسم ديالو وكيطلع له اللايف ديالنا وكنستافدوا منه سواء في الدعاء في المساهمه وهكذا. فانتم بيدكم، انا متاكد عندكم اصدقاء كيبغيو انهم يعملوا الخير وما كيجبروش كيفاش، فحاولوا انكم توصلوا لهم بالبارطاج بحال اللي عمل الاخ عبد الله. عبد الله الله يجزيك بخير، عبد الله طنجاوي، نعم برافو عبد الله طنجاوي. اذا شكرا للناس اللي تواصلوا معنا، شكرا للناس اللي ساهموا معنا، شكرا للناس اللي كانوا معنا في اللقاء من الاول وباقين معنا، فنسال الله تعالى يتقبل من الجميع ويبارك في الجميع. الى هنا سعد المقانه، دازت الطايره يا اخي، سبحان الله، فدازت ساعه. هذا هو المباشر اللي كنعملوه فيه ساعه باش ما نكونوش ثقالين عليكم. والحمد لله الاخوان كيقولوا هل من مزيد، دائما الناس اللي كتحب الخير، ولكن هي باش كيبقى ديك المباشر كيبقى مزيون يقدروا يتبعوه الناس من بعد. ونطلبوا من الله تعالى يتقبل من الجميع صالح الاعمال، سواء اللي دعم معنا واللي عاوننا وهكذا. الأخ عز الدين مدريد قال أنا معكم أخي الكريم إذا أردتم المساعدة في الترونسبور. شكرا لك يا عز الدين، وما عندناش الشك إن شاء الله نتواصلوا إلا كان عندنا خصص في الترونسبور. الله يجزك بخير يا عز الدين، الله يرحم لك الوالدين يا أخي، سبحان الله. فكل واحد كيعاون أخوتي على قدر الاستطاعة ديالو، ولهذا كنقولوا الناس اللي ما عندها باش تعاون دعيو، عاون الدعاء، دعيو صافي، دعيو أسيدي، أي دعيو. ولهذا أيها الإخوة الكرام والله ما سخينا بكم، العربي سخيتي زينا؟ العربي ما سخيناش. ما سخيناش. والله جبت تيسان خي احمد الجبال اللي تعاون معنا، تعاون معنا مسكين. والله يخلف عليه، والله يتقبل منه ويصلح له الدرية ديالو يا ربي امين. اسال الله تعالى ان يبارك له في رزقه. الثاني نهضروا على واحد العويس تيت مسكين، انوار راه عيان، هذاك نهضروا عليه الجزء الثاني. الجزء الثاني نهضروا على انوار، شنو مريض هذا انوار مسكين؟ شنو هو كيفاش؟ انوار مسكين مريض من رجله، مريض من رجله، عيش الله يشافي. محمد البحيري، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا ربي امين يا سيدي محمد.
أشتقنا لك يا محمد البحيري، كيف حالك؟ نسأل الله تعالى أن تكون بخير وعلى أحسن حال. جنود الخفاء ديالنا اللي شحال هذه ما شفناه. وأنا أخوتي باش تعرف واحد الحاجة، هذا اللفظ ديال جنود الخفاء فأنا كنقول من جميع المتتبعين ديالي اللي عاونوا واللي ما عاونوش، لأنكم جنود خفية. نسأل الله تعالى أن يستعملكم في طاعته. علاش؟ أنتم كتعاونوا بالبرتاج، كيدخلوا الناس كيتعاونوا من عندكم أنتم، كيدخلوا الناس كيدعيوا معنا أدعية اللي هي في المستوى من عندكم أنتم، كيدخلوا ناس وكيطلعوا لنا المعنويات من عندكم أنتم. فنسأل الله تعالى أنه يتقبل منا جميعا صالح الأعمال يا ربي، آمين. وإحنا مسخيناتي بكم، والساعة كتمر يعني بواحد السرعة مهولة، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا ربي، وتجمعنا على الخير دائما وأبدا، والله يوفقنا لما فيه الخير، والله يوفقنا لما فيه الصلاح لهذه الأمة وهذا الناس ديال هذه الدور. نسأل الله تعالى أنه يحفظهم بحفظه ويبارك لهم في الذرية ديالهم وفي الأهل ديالهم. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا البرد بردا وسلاما عليهم، لأن سبحان الله الناس تعاني في صمت. نسأل الله تعالى أن يجعل البرد اللي هو هما فيه برد بردا وسلاما، يعني يدوز عليهم مرور الكرام، لأن القساوة المناخ سبحان الله احنا نعيش ويد البرد وشني مأثرة فينا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، سواء اللي عطى ولا اللي دعا ولا كل واحد من المنبر ديالو. الله يبارك فيكم، الله يجمعنا دائما على المحبة والإخاء. الموتى الموتى جميعا، لأن سبحان الله بقينا كنشوفوا شي حوايج ما كناش كنعرفوها من قبل، كنمشيو عند فنو واحد كنجبروا 5 6. فنسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنة. اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم إن كانوا يعني محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. المرضى جميعا بدون استثناء، المرضى جميعا اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم يا رب، آمين. وللكم كاملين أخوتي، اللهم اجمعنا دائما على المحبة والإخاء، اللهم اجمعنا دائما على الخير والعطاء، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم نورنا بنور الإيمان، اللهم نورنا بنور القرآن، اللهم اجعلنا دائما للخير معطائين وللشر ممتنعين. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الله يجزكم بخير، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.